السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. انطلقت صباح اليوم رسميا منافسات البطولة الخليجية العاشرة للشباب والثالثة لناشئي البولينج، والتي تحتضنها مملكة البحرين خلال الفترة من 12 وحتى 19 من أغسطس الجاري، بإقامة منافسات مسابقات الفرد لفئتي الشباب والناشئات للشباب والناشئين عفوا، حيث تقام منافسات على صالة أوزون للبولينج بمجمع سترا التجارية.